نوار. طب ما تيجي نسافر. نروح فين؟ اي حته. هو في مصر؟ انا فعلا كبرت، صحتي ما بقتش تستحمل ولا برد لندن ولا حر دبي. انت ما تسمعش على اللهج والسرقه اللي في البلد اليومين دول؟ انا بس خايفه اموت على ساعه ما تلاقيش شويه ميه في البيت تغسليني. طب ايه رايك بقى ان اسامه بيدا ابن ناس غلابه زي ما ما حسيتش بحد داخل الفيلا؟ لا يا بنتي. هتعملي ايه بالفلوس لما تاخديها يا نوارة؟ انت زعلان عشان اتأخرت امبارح. طب اعمل ايه؟ مش شغلي. انت دخلت هنا ازاي؟